السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكاسيت بمشروع صيدلية الأمل بمحافظة أبو عريش. تم الانتهاء من توريد وتركيب أنظمة التكييف الكاسيت بمشروع صيدلية الأمل أبو عريش. الساعة التبريدية للمشروع 24 طن تبريد، متمثلة في عدد 6 مكيفات، قدرة كل مكيف 4 طن. طبعا المكيفات ماركة LG Inverter، موفرة في الطاقة بنسبة 40%. زي ما احنا شايفين المكيفات ماركة LG Inverter، الكفاءة التبريدية عالية جدا. في بداية المشروع تم عمل زيارة ميدانية للمشروع وتنسيق جميع الأعمال، وعمل كوردينيشن مع المقاول العام ومع المالك في توزيع أماكن المكيفات بشكل جيد جدا. بالنسبة لمنطقة اللوبي، المنطقة الأمامية حاطين في هذه المنطقة ماكينتين بقدرة 8 طن، وهنا أيضا ماكينتين بقدرة 8 طن. وبالنسبة للمنطقة بالأسفل هنا مكيف قدرة المكيف 4 طن تبريد 48,000 وحدة. زي ما احنا شايفين المكيف، زي ما احنا شايفين المنظر الجمالي بشكل جيد جدا. المكيف ماركة LG، الكفاءة التبريدية، مكيف انفرتر موفر في الطاقة بنسبة 40%.